السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وياكم دكتور حيدر موكل ابراهيمي، اخصائي جراحه المسالك البوليه واختصاص دقيق بالجراحه التقويميه للمسالك البوليه. موضوع تليف الاحليل، نريد نسلط الضوء على عمليه ترقيع الاحليل. ترقيع الاحليل هي عمليه تجرى لمرضى تليف او انسداد الاحليل اللي سببها شدة، أما تكون شدة خارجية، التهابات، حصوات، تداخلات خاطئة، كلها هذه راح تؤدي إلى تليف الإحليل. تجي هنا العملية ما تسمى بترقيع الإحليل أو تجميل الإحليل، وهذه هي عمليات الجراحة التقويمية. الأطباء المختصين باختصاص دقيق بالجراحة التقويمية هم الوحيدين الذين يتمكنون من إجراء هكذا عمليات. هاي العملية تحتاج إلى تحضيرات. التحضير هي الأشعة الملونة أو أشعة الإحليل الصاعدة حتى نشوف طول التضيق والعمق، عمق التضيق ومكان التضيق. كل مكان من الإحليل إلى قواعد الخاصة، إلى قوانين الخاصة بالعمليات. مثلا الإحليل ينقسم إلى فتحة الإحليل وما بعد الفتحة ما تسمى بالفوسا نافيكولاريس، ومنطقة الإحليل الذكري، ومنطقة الإحليل العجاني، والإحليل الخلفي كذلك ينقسم إلى إحليل الممبرينوس والبروستاتيك يورثرا وحتى عمق المثانة. كل منطقة من هذه المناطق لها قواعدها الخاصة بالتداخلات وبالعمليات الجراحية. مثلا الشدة الخارجية اللي تصيب الإحليل واللي تؤدي إلى كسر بالحوض وقطع بالإحليل، هذه تكون تداخلها خاص، عمليتها خاصة، عادة تنتهي بإعادة ربط الإحليل من بعد ما ترفع التليفات، لكنها منطقة حساسة ودقيقة جدا. يوجد هنا الصمام المسؤول على السيطرة على الإضرار، ويوجد عصب الانتصاب وكذلك عنق المثانة، لذلك يجب أن تكون المنطقة، يعني يجب أن يكون التداخل دقيق وتخصصي وبأجهزة وأدوات تخصصية. وشكرا جزيلا.